سيدة واتكنز، سيدتي الكريمة، التركيز الذي لاحظناه جميعا في هذا المؤتمر الصحفي بين ترامب وجونسون على قضية الهجرة والحدود الأمريكية المستباحة وإمكانية أن يتسلل المجرمون بين قوسين إلى أمريكا دون مراقبة ولا محاسبة، هذا دليل على أن الحزب الجمهوري وعن أن دونالد ترامب يعتبر هذه الورقة هي الورقة الرابحة في صراعه مع الديمقراطيين ومع جو بايدن. أعتقد أن هذا أمرا متكررا وسلسلة، ولم أستمع إلى المؤتمر الصحفي، فبالطبع هناك بالطبع الكثير من الأمور السياسية ولم يتناول أي من الحزبين الأمر من المنبع أو من مصدر. فبالتالي دونالد ترامب من خلال شهر ماضي كان هناك بعض التشريعات الشاملة التي رغب في تمريرها من خلال مجلس الشيوخ ومجلس النواب، ولكن أيضا رفضها رئيس المجلس جونسون، والآن يقترح هذه الأفكار السخيفة التي لا معنى لها ولا تعطي أي معنى أو مغزى. فبالتالي الأمر يتعلق بالطبع بشأن مشكلة الهجرة، ولكن لابد أن يكون هناك الرقابة الشاملة، ولكن هذا أمرا كاذبا من جانب جونسون. وبالتالي في هذه التشريعات التي رفضها كان هناك تمويل مخصص لغلق الحدود ولمزيد من الوكلاء والدوريات على الحدود، ولكنه منع من تمرير هذا القانون ولم يتمكن من متابعة الحدود. فبالتالي الحدود مغلقة الآن لأنه لا يوجد أي من القوى الكافية. أود أن أذكر الجميع من أجل التصويت في الولايات المتحدة لابد أن تكون مواطنا أمريكيا، وكذلك سمعنا الجمهوريين المسموح الأفراد المسموح لهم بالمكوث في الولايات المتحدة لمدى سنوات لابد من الحصول على مواطنة. الأمر يأخذ سنوات وسنوات من أجل الحصول على هذا الهدف، فبالتالي سواء كنت طالبا أو عاملا فبالتالي هناك إجراءات قانونية، وبالتالي لابد من تعزيز حماية الحدود، ولكن من أجل أن تصبح مواطنا تأخذ العملية برمتها سنوات طويلة، ولا يمكن أن لا نعتبرهم بعد ذلك غير مواطنين فقد مكثوا في الولايات المتحدة لسنوات طويلة. لا بد من أن يكون هناك برهان ودليل دامغ على أن هؤلاء المواطنين ليس لهم انتماء، ولكن الأمر غير صحيح. لا بد أن يتم النظر إلى ما يتناوله المجلس رئيس المجلس مع دونالد ترامب بشكل مختلف. لكن سيدة واتكنز، إن سمحت لي سيدتي أعتذر للمقاطعة، صلب الموضوع على الأقل في الجانب الذي استمعنا إليه من حديث الرجلين في هذا المؤتمر الصحفي، صلب الموضوع هو الحدود المستباحة. عشرات الآلاف يوميا يتدفقون عبر الحدود الجنوبية للولايات المتحدة الأمريكية دون رقيب أو حسيب، هذا هو ما يقوله الرجلان. خاطئ ولم يكن صحيحا، هذا كذب، وأود أن أصحح لكم الفكرة. هذه معلومات مضللة من جانبهم، فبالتالي لم يتم السماح بالكثير من الآلاف كما ذكر من الدخول. هل تعلمون ما هي القوة قبل الوباء؟ كان مليون شخص في كل عام، هؤلاء الأشخاص الذين تم توثيقهم والأشخاص الذين تم مراقبتهم من الوكالات المعنية والمؤسسات المعنية في الولايات المتحدة. أعتقد أن حاليا 250 ألفا من المواطنين، ولكن ما يقوله جونسون هو كذب ومعلومات مضللة لأغراض سياسية، وأود أن نصحح هذه المعلومات، كل هذا كذب من جانبهم.